مرحبا، كيفكم؟ أنا فرح جعفر وهي رح تكون قناتي الجديدة على يوتيوب. رح أعرفكم عن حالي أكثر. اسمي فرح جعفر، بشتغل في الكلي أند ستوب موشن آرت، وأخيراً قررت إني أعمل قناتي الجديدة على يوتيوب. بهي القناة رح نجيب مع بعض قطع أثاث مثلاً قديمة قربت تخرب، بطلت حلوة في المكان اللي إحنا فيه. رح أورجيكم تكنيكس، رح أورجيكم أفكار لإنكم كيف تجددوا هذا الإشي وتخلوه أحلى من المكان عليه، وحتى ممكن إنه يكون أكتر قطعة مميزة عندكم في البيت. فكم تجهزوا حالكم إنه هاي القناة رح يكون فيها كتير ألوان. الألوان تعطينا طاقة إيجابية، بتخلينا نحب الحياة، بتخلينا نصحى الصبح نفكر كيف بده يكون يومنا أحلى يوم بالحياة. وأكيد لما الواحد يكون عنده طاقة إيجابية بينقلها لغيره. وكتير متحمسة أورجيكم، وكتير متحمسة أني أشارك معكم هاي الصفحة. شكراً كتير لكم، بشوفكم بالحلقة الجاي.